إذا للحديث عن توسع نفوذ ميليشيا حزب العمال في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل. أستاذ بهاء مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح لوزير الداخلية في كردستان العراق ريبير أحمد، يقول إن تنظيم البككة المصنف إرهابية احتل مدرسة بنتها اليابان في قضاء سنجار. برأيكم ماذا يعني هذا الاعتراف بالنسبة للحكومة في بغداد أستاذ بهاء؟ نعم، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي قناة الرافدين. بالحقيقة الحكومة العراقية لا يمكن لديها أو لا تمتلك أصلا زمام المبادرة في تلك المناطق التي تسيطر عليها جزء من ميليشيا الحشد الشعبي وأيضا تنظيم بكك الإرهابي في هذه المناطق. لذلك هذه المجاميع المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني الإرهابي بسطت نفوذها على هذه المنطقة بدعم من ميليشيا الحشد الموجودة في تلك المنطقة، وأيضا تمارس عمليات ابتزاز المواطنين وتمارس أيضا أخذ الإتاوات من الناس، وبعض الأنباء تشير إلى أنهم حتى أصبح لديهم سجون يسجنون فيها أهل المنطقة الذين يمتنعون عن دفع الإتاوات في تلك المناطق، بالإضافة إلى قيامهم بعمليات إرهابية في الجانب التركي وآخرها العملية التي حصلت في أنقرة الأسبوع الماضي. الحكومة العراقية عاجز عن التصرف لأنه أساسا لا يمكنها أن تحرك جندي واحد من جنود ما يسمى بالحشد الشعبي، لأنه هذه الميليشيات المسلحة تأتمر بأوامر إيران وليس أوامر القائد العام للقوات المسلحة اللي هو رئيس الوزراء في بغداد. لذلك لا يوجد اتفاق يتم تنفيذه، لا يوجد سيطرة من قبل الحكومة على تلك المناطق، وهذا ما يضع الحكومة العراقية في حرج مع الجانب التركي بسبب العمليات التي تقوم بها هذه الجماعات ضد تركيا والرد التركي عليها. طيب أستاذ بهاء، أمام هذا الاعتراف هل يمكن أن نطلق كلمة فشل على الحكومة في بغداد بالإيفاء بالتزامها باتفاق سنجار؟ هل أخلت بالتزاماتها الحكومة بغداد؟ نعم بالتأكيد، لأنه يعني كثير من كل المواطنين هذه سكان هذه المناطق كانوا يعولون على تنفيذ اتفاق سنجار من أجل إخراج هذه العناصر المسلحة المصنفة إرهابيا من مناطقهم، لأنه أصبحت تضيق ذرعا بهم. هذه المناطق الآن أصبحت كأنها ملك لهم، حتى العلم العراقي أنزلوه من الدوائر الرسمية، يمنع منعا باتا التدخل في عملهم، يستطيعون الاستيلاء على أي بناية، يصبون نقاط التفتيش في الشارع، يعتقلون من يشاءون. الحكومة عاجزة حتى الآن عن الإيفاء بالتزامها لسكان هذه المناطق وأيضا حماية سكان هذه المناطق من هذه التنظيمات الإرهابية اللي موجودة. وكما ذكرت لك السبب الأساسي اللي يدعوها إلى هذا العجز الحقيقي هو وجود عناصر من الميليشيا الحشد الشعبي اللي موجودة في تلك المناطق والتي تحمي عناصر حزب العمال الكردستاني لوجود مصالح مرتبطة ما بين هذين التنظيمين من ناحية تصدير تهريب المخدرات وأيضا السلاح وغيرها من الأمور اللي يسيطرون أو يتمكنون من تمويل أنفسهم من خلال. أستاذ بهاء، على ذكر المصالح، حكومة بغداد تفي بالتزاماتها تجاه الاتفاقية الأمنية مع طهران، ولكن في نفس الوقت تفشل بالتعامل مع وجود حزب العمال الكردستاني الذي يشكل تهديدا صريحا وواضحا للجارة تركيا. على المستوى الإقليمي هل ترى أن هناك ازدواجية في التعامل أستاذ بهاء؟ نعم، يعني من 2003 عندما أخرجت منعت الحكومة العراقية نشاط منظمة مجاهدي خلق في تلك الفترة وتم ترحيلهم من العراق إلى ألبانيا وغير ألبانيا في عام 2012، استمرت الحكومة العراقية بالتعامل بازدواجية مع هذه التنظيمات اللي موجودة بالعراق. قسم منها كان موجود بموافقة الحكومة العراقية بالنظام السابق، لكن بعد احتلال العراق تمكنت الحكومة العراقية من طرد هذه المنظمات، لكنها عجزت عن التقرب إلى ما يمثله حزب العمال الكردستاني من خطر على العلاقات على الأقل ما بين العراق وتركيا. وهذه الأيام سمعنا بالاتفاق الذي جرى مع كردستان من أجل إخراج المعارضين من الحدود ونقلهم إلى أماكن أخرى، بعض الأخبار أشارت إلى محاولة نقلهم إلى محافظة الأنبار، لكنها تعجز الآن عن محاولة التصدي لحزب العمال الكردستاني أو محاولة طرده من العراق، لأنه وجود هذا الحزب كما ذكرت لك هو يمثل حرج كبير للحكومة العراقية مع الجانب التركي، وأيضا خرق للدستور العراقي وجود هذه الميليشيات المسلحة
في شمال العراق. اولا هو خرق للدستور العراقي لانها تقوم بعمليات ارهابيه في الداخل التركي. الامر الاخر انها تقوض جهود الحكومه بالوصول الى صيغه تفاهم مع الجانب التركي من اجل موضوع التوغل التركي في شمال العراق، وهذا الامر الحكومه العراقيه عاجز عن الرد عليه بسبب وجود ميليشيا الحشد الشعبي التي هو في هذا المجال. استاذ بهاء، في هذا المجال وجود حزب العمال الكردستاني هو خرق للدستور كما تفضلتم، وهو يقوض جهود الحكومه في موضوع استقرار البلاد، لكن ماذا تستفيد الحكومه في العراق من وجود حزب العمال الكردستاني رغم الاضرار الجسيمه التي سببها لها على كل المستويات تقريبا؟ الاستفادة الحقيقية ليست للحكومة العراقية، لا فائدة للحكومة العراقية من وجود حزب العمال الكردستاني، الفائدة الحقيقية تكمن إلى ميليشيات طهران اللي موجودة والتي تدعم حزب العمال الكردستاني الموجودة في شمال العراق، وأيضا الجانب الإيراني، لأن هذا الجانب الإيراني يستخدم هذه الميليشيات لنقل الأسلحة والمعدات إلى ميليشياته الموجودة في سوريا، خصوصا بعد أن قامت الإدارة الأمريكية بتعزيز وجودها على الشريط الحدودي ومحاولة مسك المعابر الحدودية ما بين العراق وسوريا. واللي كلمت حضرتك في بداية الكلام عن وجود مناطق هشة في هذا الشريط الحدودي، إيران تستخدم هاي العناصر من أجل تمرير الأسلحة والمعدات إلى ميليشياتها اللي موجودة في سوريا لقمع الشعب السوري، وفي نفس الوقت هي مستفيدة منهم لأنه كثير من طرق التهريب اللي تستخدمها هذه الميليشيات الإرهابية هي تنقل المخدرات التي تأتي من إيران وتصدر إلى باقي دول العالم من خلال هذه الميليشيات. يعني هي تمثل وسيلة نقل، وفي نفس الوقت هي تساعد في تسليح الميليشيات اللي موجودة في سوريا عن طريق هذه العناصر، لأن هذه العناصر لها خبرة ومعرفة كبيرة بالحدود أو بالطرق الوعرة ما بين العراق وسوريا وبين العراق وتركيا. لو ناقشتك في مدى قانونية بقاء حكومة السوداني من خلال تواجد هذه الميليشيات على أرض العراق، ولكن تولي ميليشيا الحشد بالذات إدارة ودعم ملف ميليشيا حزب العمال، هل هذا يؤكد على عدم أهلية حكومة السوداني في إدارة البلاد أستاذ بهاء؟ نعم، هو واحد من الملفات. هذا حكومة السوداني أثبتت من بداية تشكيلها والآن أصبح على عمرها سنة كاملة كثير من الملفات هي فشلت بإدارتها، ملف المياه واحد منهم، ملف سنجار وملف آخر، سيطرة الميليشيات على ودائع البنك المركزي وسوق العملة، كثير من الملفات كلها تؤكد على أن حكومة السوداني فشلت ذريعا في إدارة شؤون البلاد إلى المرحلة التي تجعل البلد يتجنب الكوارث القادمة أو حتى المشاكل التي قد تحصل بعد دول الجوار. الآن العراق يعاني من أزمات عديدة، منها أزمة الدولار، منها أزمة غياب الأمن اللي موجود. نعم. الآن ميليشيات تتحكم في مصير البلد بأكمله من شماله إلى جنوبه، ومع ذلك حكومة السوداني عاجزة عن التصرف ضد هذه الميليشيات، والآن ممكن هذه الميليشيات أن تتسبب بكوارث مثل ما حصل في الحمدانية وغير الحمدانية. نعم. بسبب عدم مبالاتهم بحياة المواطن. عبر سكاي من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، شكرا جزيلا لكم.